تحتاج شفط للدهون؟ هي تقريبا نفس الاماكن، بالاضافه اليها منطقه الصدر في رجال، منطقه الصدر في رجال اللي هي حاجه اسمها جاينيكوماستيا اللي هو التثدي، بمعنى ان ثدي الرجل بيتحول الدهون الغدد اللبنيه الموجوده بتحصل ان هي بتعمل ترابنج او بتحجز جواها الدهون. فبتلاقي كتير قوي من العيانين يجوا لنا يحشكوا ان هو عند سن البلوغ حصل تضخم لمنطقه الثدي، وفي نفس الوقت ما حصلش مع الرجيم والكلام ده كله خس وزن كله ما عدا منطقه الصدر دي ما نزلتش مع التمارين اللي بيعملها. تمام. فهنا معناها ان الدهون دخلت جوه الغدد اللبنيه وبتحتاج ان هي تتم استئصالها. تمام. دكتور، عمليات يعني الاماكن اللي يمكن علاجها في الرجل، هل هي نفس الاماكن ولا بتحتاج مننا يعني شكل اخر من اشكال نحت القوام بالنسبه للرجل؟ هو بالنسبه للرجل منطقه السديم دي من اكثر الاماكن اللي بيبقى فيها تراكم الدهون، خاصه بس هي بالنسبه له نفسيا بتبقى حاجه نفسياً يعني طبعا ما بيعرفش يلبس اللبس في الصيف والكلام ده، فلازم بيبقى مصر على انها تجرى ليه هذه الجراحه. طيب ناخد مدام ماجده. السلام عليكم مدام ماجده. ايوه عليكم. عليكم السلام. اولا انا بحييك وبحيي اسره القناه. الله يبارك. انا بس عاوز حضرتك تعلي صوتك شويه مدام ماجده. بتقدموا ده ولو سمحت ممكن اتصل بالدكتور محمد الروبي؟ معاك الدكتور محمد، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم يا دكتور محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا من 10 ايام تقريبا وقعت على انفي فحصل فيها ورم كده. انا ما فهمت، بعد 10 ايام رحت للدكتور قال لي انها اتكسرت والعظمه اتحركت من مكانها. تمام. وفعلا شكل الانف اتغير تماما. انا قلت ده ورم، لكن قال لي الدكتور لا دي العظمه نزلت اتحركت من مكانها بس لحمت ومحتاجه عمليه. تمام. فهل ممكن العمليه، نسال حضرتك هل ممكن العمليه ترجع الانف للشكل الطبيعي تاني؟ شكرا. ده مجد، في اي اسئله تانية؟ لا، مع مراعاة برضه السن، لان انا سني كبير. يعني سنك كام يا مدام مجد؟ فوق 60 سنة. فهل ممكن اتحمل حاجة زي كده؟ شكرا مدام ماجده، والدكتور هيجاوبك. دكتور محمد، موضوع السن وموضوع جمال الوجه، عمليات الانف يمكن انتشرت برضو في الفتره الاخيره، لكن احنا بنتكلم هنا مدام ماجده سنها 60 سنه، يعني برضو موضوع العظام وهشاشه العظام والحاجات اللي بتحصل في السن الكبير، هل فعلا العظمه ممكن ترجع لمكانها الطبيعي ويبقى وجه شكل الانف؟ اولا الف سلامه على الست ماجده. طبعا بالنسبه للسن اي حد فينا ممكن ياخد تخدير كلي، لكن في السن الكبير ده ممكن نعمل حاجه اسمها تخدير موضعي، او كل عمليات التجميل عامه في حاجه اسمها تخدير موضعي مع مهدئ او سيديشن، بمعنى ان العيان بيبقى صاحي بس مش حاسس بالم اثناء العمليه. وطبعا بالنسبه لل انا ما شفتش الحاله بالظبط، بس لو العظمه متحركه عن مكانها في خلال الاسبوع او 10 ايام دول ممكن يتعمل حاجه اسمها كلوز ريدكشن، او ان هي تسترجع بدون عمليه، ان هي بتاخد مهدئ لمده ربع ساعه بنرجع العظمه بمكانها وبتتجبس من غير جراحه، من غير فرق حاجه خالص في اوضه عمليات بس. ان شاء الله الف سلامه مدام ماجده. نرجع تاني لموضوع شفط الدهون والسمنه. دكتور سيد عتبان، انواع السمنه، هل يعني في يقول لك ان هناك جسم يبقى متناسق من فوق لكن في اماكن معينه فيها سمنه، فحضرتك تشرح لنا ايه هي انواع السمنه الاول؟ هو السمنه طبعا بناء على البودي ماس اندكس بتقسم، المريض يا اما نحيف او مثالي او السمنه بقى لها ثلاث. لكن انا عندي صوره توضيحيه لشكل الجسم بعد اذن الاستاذ علاء يوضح لنا الصوره اللي هي خاصه باشكال الجسم. اتفضل يا دكتور. في سمنه السمنه بتبقى في سمنه بسيطه اللي هي البودي ماس اندكس بيبقى حوالي في رينج بتاع 28 ل 30 كده. تمام. في السمنه المتوسطه بتعدي ال 35، السمنه المفرطه 40 فيما فوق. تمام.
تمام. فهي دي انواع درجات السمنه. ولو عرفنا البودي ماس اندكس عشان اي مريض ممكن يقدر يحسبها لنفسه. معناها ايه ده؟ الوزن المثالي؟ لا، ما ده معدل كتله الجسم. ايوه، المعدل الطبيعي عشان اعرف ان انا عديت ولا لسه ولا لا. ده ممكن وزن المريض بالكيلو جرام على طوله بالمتر، مربع طول بالمتر. يعني يحسبها ازاي؟ يحسبها ازاي؟ وزن المريض بالكيلو جرام، الوزن فوق. الوزن بقى شرطة الكسر. على شرطة الكسر الطول بالمتر. عندي الصورة فيها الشكل الرياضي دوت. استاذ علاء اتفضل حضرتك دكتور. الطول بالمتر اس 2. فبتطلع النتيجة النهائية دي. طب انا امتى يطلع لي نسبة كام عشان اقول ان انا خلاص تخطيت الوزن؟ النسبة لو عدت ال 30 بيبقى بدأت في مراحل السمنة. لو عدت ال 30؟ طب هل يمكن شفط دكتور محمد، هل يمكن شفط الدهون لعدة مناطق في نفس الوقت؟ في نفس العملية ممكن لو في تراكمات في كذا منطقة، يعني ممكن يتعمل مثلا منطقة الصدر ومعها منطقة الخصر ومعها منطقة الفخذ، ده كل ده ممكن يتعمل في عملية واحدة، وممكن يتعمل بنج تخدير موضعي او كلي على حسب الحاجة للموضوع. في صورة هنا معانا. بس دي الصورة دي بتوضح هل انا محتاج شد ولا شفط. وهل الشفط اللي انا هعمله ممكن يبقى جراحي ولا بدون جراحة؟ يعني شد الجلد. بنمسك جزء من الجلد بين الصباعين، السبابة والابهام. تمام. لو المسافة اللي بين السبابة والابهام اكتر من 1 انش، او اللي هي 2.5 سنتي او 3 سنتي، معنى كده ان في دهون متراكمة. تمام. معنى كده ان الحقن اللي هي حقن ازاله الدهون المنتشره في الاسواق دلوقتي مش هتجيب معايا نتيجه، فلازم هنا اعمل شفط دهون. ولو معايا ترهل في الجلد يبقى محتاج عمليه شد ترهلات. تمام. لكن لو الكميه الجراسب او اللي بين الصباع الابهام والسبابه ده اقل من الواحد انش او البوصه دي، يبقى معنى كده ان ممكن الحقن دي تجيب نتيجه. نرجع لموضوعنا تاني، هل هناك يا دكتور محمد طرق غير جراحيه لشفط الدهون؟ يعني مش لازم ندخل تحت موضوع الجراحه، هل في طرق غير جراحيه؟ في حاجه موجوده في السوق دلوقتي اسمها الميزوثيرابي. تمام. او اللايبوكيل. هي ماده اسمها فوسفودايل كولين. فوسفودايل كولين دي كانت ماده بتتحقن في العيانين اللي كان عندهم فات امبوليزم، او اللي هي جلطات الدهنيه. تمام. كان في ناس بيجي لهم جلطات دهنيه فبيحقنوا الماده دي بتوع جراحه القلب والصدر فيها فبتدوب الدهون. تم استخدام هذه الماده في اذابه الدهون، بس زي ما قلنا ان هي لازم تبقى سمك الدهون اللي بين في ماسكه الجلد اقل من 1 بوصه عشان تجيب نتيجه، اكتر من كده مش هتجيب نتيجه. تمام. يعني ممكن موضوع، نرجع بس لموضوع شفط الدهون، ممكن نشفط الدهون من عده مناطق في نفس الوقت؟ وكمان في سوري، بس هنرجع للموضوع ان هي بدون جراحه، دي في حاجه جديده اسمها جراحات شفط الدهون بالليزر او السمارت لايبو. دي برضه يمكن معانا صوره ليها نقدر نشوفها. دي محدده لمناطق معينه اللي هي مناطق الرقبه ومنطقه الخصر ومنطقه حوالين الركب. ممكن نشوف المناطق دي بيبقى الاوعيه الدمويه فيها عاليه اكتر من كميه الدهون الموجوده فيها، فبالتالي شفط الدهون المعتاد ممكن يحصل تجمعات دمويه او سائل في المناطق دي، فعشان كده بنلجا للليزر لشفط الدهون في المناطق دي، وده بيتاخد بتقدير موضعي. طيب هي هنا في صوره معانا، هي دي المناطق بالظبط اللي بتعمل ليها السمارت لايبو او شفط الدهون بالليزر. انا شايف في الوجه وفي في الرقبه والرقبه والظهر ومنطقه الخصرين ومنطقه الركب. طيب دكتور سيد، هل يعني لما نيجي نعمل عمليات شفط الدهون ديت، طبعا في سمنه يعني في اوزان ضخمه جدا، يعني هل احنا مسموح ان احنا ناخد يعني اكبر كميه، او بنعمل ايه؟ هل في كميات محدده؟ هو كان الاول في بتصل الناس بتشفط لحد 15 لتر واكثر و20، بس دي كان الفكره بتاعتها لانقاص الوزن. انما دلوقتي شفط الدهون عاد بيستخدم لنحت القوام، بمعنى ان احنا كميات بسيطه لضبط قوام المراه او الرجل من بعض الاماكن اللي هي المتراكم فيها الدهون. تمام. وبرضه في طرق جديده دلوقتي اللي هي اجهزه الالترا ساوند،
ودي بتتم اذابه الدهون امتصاصها من الجسم عاديه تمتص عن طريق الجسم. يعني بدون جراحه. بالنسبه للموضوع من غير جراحه. ان هو يذوب الدهون وتمتص ذاتيا في الجسم. فعلا بتتحرق وبتدخل في الدهون بيوجه البروب او الجهاز من خارج الجسم فبيعمل تكسير للدهون. المعلومات دي بتحتاج دكتور محمد مخدر يعني مخدر موضعي ولا بنج كلي؟